العربية السعودية إلى سفينة الكروز التي شهدت توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين صندوق التنمية السياحي ومجموعة من البنوك لتنشيط قطاع السياحة ودعم المشروعات الناشئة المتوسطة والصغيرة. اليوم وقعنا مع بنك الرياض وبنك الفرنسي، وهذا بناء على مذكرة تفاهم اللي وقعت من أكثر من شهر بقيمة ما تقارب 160 مليار مع أغلب البنوك السعودية. نهدف من هذه الاتفاقيات دعم وتسهيل التمويل للمنشآت الصغيرة المتوسطة والشركات الكبرى لتنفيذ المشاريع النوعية في المملكة، بما في ذلك المنتجعات والفنادق وأيضا خدمات المساندة لإثراء تجربة السائح. اليوم وقعنا اتفاقيتين، الأولى تخص المشاريع الكبيرة والثانية تخص المشاريع الصغيرة المتوسطة، وحنا زي ما قلت لك سعيدين بإذن الله لدعم القطاع السياحي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأيضا دعم المشاريع الكبيرة لتعزز نمو القطاع السياحي بإذن الله. أي مدينة فيها مشروع سياحي ملائم ومجدي إن شاء الله بيكون تمويلكم موجود بإذن الله. أهم شيء نلاقي المشاريع الملائمة، يعني هي جدول المشاريع من أهم الأمور، وطبعا بدعم الصندوق بنلاقي البزنس موديل اللي بيدعم القطاع بصفة عامة. من الكروز والبحر إلى الجبال.